يا نهار ابيض، هو في كده الجريمه اللي هزت مصر والوطن العربي اللي تفل شبرا واعترافات خطيره جدا من طارق منفذ الجريمه. دارك ويب وانترنت مظلم وفيديوهات بدم بارد، هو ده معقول؟ ممكن يكون بنسمع بشكل يومي عن جرائم كتير، ولكن جريمه بالشكل ده مش معقول يا جماعه. خبر يهمك مع احمد مطوع. الموضوع في البدايه ان شاب اسمه طارق جه اجر شقه في منطقه شبرا الخيمه واشتغل كمان في كافيه او قهوه يعني، واحمد اللي هو طفل 15 سنه ده كان بيجي يقعد على القهوه دي وصاحبه على بعض ان هم جيران يعني، وبدا ان هو يغزله بالفلوس والكلام ده، مره يديله 50 مره يديله 100 زي ما قالت اخته. احمد ما كانش يعرف ان طارق هيغدر بيه بالشكل ده، كانوا مصاحبه يعني وكان بيروح ويجي معاه يتصوروا مع بعض. طارق بقى كان اتعرف على ولد مصري عايش في الكويت عن طريق الدارك ويب ومواقع طبعا تجاره الاعضاء. الولد اللي في الكويت ده اغرى طارق بالفلوس وقال له هتجيب لي طفل وهتخلص عليه طبعا وهتطلع لي اعشائه وكل حاجه هتصورها لي، وطبعا على كل حاجه ليها ثمنها، يعني الخصيتين مثلا الخصيه ب 2.5 مليون يعني الاثنين ب 5 مليون جنيه، بالاضافه طبعا للرئه ب 3 مليون جنيه وكل حاجه كانت متسعره. المهم الولد علي اللي مكون في الكويت ده قال لطارق هتجيب مشرط وهتفتح البطن وتطلع على الاعشاء، وكل ده طبعا متصور فيديو كول طبعا عشان يبدا ان هو يسوق ليه مين علي. فاعترافات طارق كمان قال ان هو كان بيعطف على احمد اللي هو طفل شبرا وان هو خد اقراص مهدئه وهو بيعمل جريمته. اثناء الفيديو كول وهم بيعملوا طبعا الجريمه ما كانش عارف يطلع الخصيتين ولا كان عارف يطلع الرئه ازاي، فعلي اللي هو بتاع الكويت ده كان بيشرح له ازاي يعمل كده وبالفعل عمل كده ويطلعهم واستخرج كل اعشائه. يعني عارفين تفاصيل بشعه جدا في قضيه طفل شبرا. بعد كده الكاميرات بقى جابت طارق وهو بيصطحب الولد لبيته، ولما راحوا هناك لقوا الريحه صعبه جدا وطبعا ريحه الولد كانت فاحت. فتم القبض على طارق وفي التحقيقات اعترف بالاعترافات اللي انا قلتها لكم دي، وطبعا تم القبض على علي اللي موجود في الكويت هو ووالده، وطبعا تم ترحيلهم لمصر، وحاليا دلوقتي هو الولد الصغير او علي ده موجود في دار رعايه وابوه موجود طبعا في السجن لحد ما يخلص التحقيق. ابو الولد اللي هو اسمه علي اللي كان في الكويت ده قال ان هم ملوش علاقه بالموضوع طبعا، ولكن هو كمان بيتم التحقيق معاه لحد ما يظهر الحقيقه فين. جريمه صعبه جدا للي يسمعها او حتى يقولها، فتخيلوا بقى اللي عمل الجريمه او حتى الولد الصغير احمد، ربنا يصبر اهله، ربنا يعني يرحمه، ندعي له كلنا وان شاء الله باذن الله تظهر الحقيقه ويكون في قصاص عاجل من سواء طارق او حتى علي او اي حد تاني مشارك في الجريمه.